السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على ميزه في الماعز البوق. زي ما احنا شايفين كده، تعالى كده اهو في السريع، ميزه باربع حلمات. طبعا عشان في ناس كتير قوي بتسال في المعلومه دي، هل الاربع حلمات بيشتغلوا ولا لا؟ هل بيجيبوا لبن معايا ولا لا؟ المعيز بترضع منها وبتستفاد ولا لا؟ طبعا السؤال الاربع حلمات الحمد لله شغالين معانا زي ما احنا شايفين النتايج اهي. تمام، الاربع حلمات بتوعها شغالين وبترضع منهم المعيز ومفيش اي مشاكل من اي نوع. يبقى احنا هنا كده معانا الميزه اللي احنا بنتكلم عنها في الفيديو ده، ان المعزه ليها اربع حلمات، حلو الكلام، وبترضع منهم والاربعه شغالين وبيحلبوا ومفيش اي مشاكل. يعني بنقدر نستفاد من الاربع حلمات، عشان في ناس بتقول لا الاربعه مش شغالين. وفي حاجه ثانيه، دي مش دم كامل، يعني الحمد لله باربع حلمات والاربع حلمات بيلعن بعضيهم ومش دم كامل، جيل خامس. يعني مش شرط يكون في الدم كامل، لا ممكن تكون في الجيل الرابع وممكن تكون في الجيل الخامس، حلو الكلام. وعندي برضو حاجات جيل رابع وفيها برضو اربع حلمات. يبقى معانا هنا الميزه دي، وبرضه هنشوفها مع بعضينا في فيديو تاني واحنا بنحلبها لما تكون الدره بتاعتها مليانه، ونقدر نشوف المشوار ده ان شاء الله في فيديو تاني. يبقى معانا هنا ميزه من مميزات الماعز البور، باربع حلمات والاربعه بيبقوا شغالين والاربعه بيحلبوا. طبعا مش عايز اسال حضرتك في الموضوع ده، عشان الموضوع ده اتكلمنا فيه قبل كده، بس ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنقدر نشرح حاجات كتير قوي عن الماعز البور ومميزات الماعز البور، عشان الناس كلها تقدر تستفاد من الموضوع ده وتشتغل فيه، عشان هو ان شاء الله مشروع مربح وفيه انتاج حلو قوي وفيه ربح حلو قوي، عشان نسبه التحويل بتاعه الماعز عاليه ونسبه التوائم برضه عاليه. وطبعا قلنا قبل كده المناعه عاليه واللبن تقيل، وقلنا في حاجات كده، وبرضه الميزه اللي هو مستورد ويستحمل المناخ بتاع اي جو، اذا كان صيف اذا كان شتاء. ده كله ان شاء الله هنعرفه، وهنعرف برضه التربيه الصحيحه ان شاء الله، ازاي مثلا ندي الادويه، ازاي ندي التكوينات، ازاي الحاجه اللي والده نتعامل معاها ازاي، الحاجات الصغيره نتعامل معاها ازاي، ده كله ان شاء الله هنعرفه. ايه اللي بيزود اللبن؟ ايه اللي بيرفع المناعه معايا؟ ايه المعادن؟ ايه الفيتامينات؟ ده كله ان شاء الله هنتعرف عليه في الفيديوهات الجايه. بس اللي مطلوب منك تدعمنا كده باشتراك للقناه، عشان يوصلك مني كل ما هو جديد، عشان برضو لو عندنا حاجه للبيع تقدر تستفاد بيها بسعر قليل، اللي احنا برضو بندعم الناس اللي معانا على القناه، حلو، المشتركين معانا على القناه باسعار حنينه، عشان عارفين البور بره اقل حته عامله 15 و20000 جنيه. طبعا احنا ما بنبيعش بالاسعار دي خالص، بنبيع باسعار اقل من كده، وان شاء الله حاجتنا باينه اهي، حاجه محترمه وواحده علف وواحده متحضره وفيها كل شيء ان شاء الله، ومن كل المميزات اللي ممكن تحتاجها هتلاقيها موجوده عندنا ان شاء الله. سواء حضرتك لو عجبك الفيديو سايت لاول مره بتتابعنا، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، هيوصلك مني كل مره جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.